كده يتغير شكلين صح؟ لا لا احسن من كده. عاوز قفل بس بتاعتك القفل عشان تتقفل من بره. بس يا حسن انت ومامتك الواحد لو ينفع الحسن هيجي الحته دي كلها البلاط اللي هو البلاط العادي مش بلاط غاز نضرب الحته دي كلها كده اهو البلاط العادي يبقى سيبنا المقام والناس تستهل وصلت للنفس انا القطه كده مستوى التربه يا ياسر يعني هو كده التربه اللي بره دي عالي كده المقام يعتبر منخفض بنص متر دي اللي عالي صح كده مع اللي حسن كده اوعى بس يحسن والنبي انا ممكن تروح ماشي حاضر يا ممدوح طب وعادي بس وتلاقي اللي عايز بعد كده اوعى انت اهو عشان الترام ما يدخلش؟ اه عشان لو حاجه نزل حتى الحاجه دي ايه؟ وعشان الحته دي اللي بره دي الحته دي البلاط اللي هو العادي بتبقى كام؟ يعني الرنجيه هتبقى قد ايه؟ انا عارف ان البلاط العادي ده رخيص مش غالي المتر ب 4 جنيه هنضرب